السلام عليكم طلاب. عليكم السلام. عليكم السلام دكتور. واضحة الشاشة؟ نعم دكتورة واضحة. اي دكتورة واضحة. واضحة. زين طلاب، شنو مشكلتكم ذاك اليوم قلتوا لي اياها؟ ما تقدرون تدخلون وين؟ دكتورة قسم من الطلاب ما تقدر تدخل للكلاس هون، وقسم يقدرون تقريبا 150 نفر طابوا للكلاس بس. ها، مو انا اتصل بال يعني المسؤوله تقول اريد اسماءها دكتوره، فشلون تقدرون تدزوا لي اياها الاسماءها؟ والله ما دكتوره ما اعرف، يعني اذا هذه من خلال ممثل مثلا او شلون. صوتكم صوتك واضح دكتوره، مثلا من خلال ممثل مثلا تحبين لو شلون؟ اي مثلا هو ممثلكم احمد، خلي يدز لي اياها على تليفوني، هو عنده الرقم مالتي، دز لي اياها وابحث لها دز لي اياها، دول حتى اعرف شنو المشكله اللي هي عندهم. دكتورة العفو، من دا ندخل على الرابط أو على الكود يقول لنا إنه اطلب من your teacher to resend الرابط أو الكود، فممكن إنه تدزوه من جديد حتى نشوف بلكي يشتغل؟ يعني شنو قصدك؟ الميت أرجع مرة ثانية؟ دزول الرابط على الجروب مال دفعة وخالد، بس اللينك مال الكلاس والكود مالته من أنت؟ آه لينك. يقول لي انه خلي your teacher resend. اوكي ساساله واشوف شنو المشكله اللي هي، ما الحاله المن يعني ادز بهذه. الطيل ما يمثل للممثل والدكم، هو ينطيكم يا ان شاء الله. ان شاء الله دكتور، شكرا. يلا عيني نبدي اليوم محاضرتنا ان شاء الله. الحضور مالتكم ساعة بالثنتين، يعني تبدي تواقعكم إذا الله سهل. إحنا يوم الخميس تذكرون قسمنا، قلنا الباراسيتيك ديزيز أو الباراسيتيك انفكشن الكوز مالتها هي مجموعتين، أما بروتوزوا وأما هيلمنث. بروتوزوا قلنا اللي هي اليوني سيلولار، والهيلمنث هي المالتي سيلولار. عادة احنا نبدي بالحجم الكبير بالهيلمنث، وبعدين بالتدريج نبدي ننزل لكم بالحجم الى ان نصل الى البروتوزوا. الهيلمنث قسمناها الى 3 كلاسز اللي هي النيماتود والسيستود والتريماتود. نبدي باول مجموعه اللي هي النيماتود. نيماتود نبدي بالجنرال فيتشرز مالتها. طبعاً النيماتود are said to be the most worm-like of all helminth. هي أكثر وحدة يمكن النيماتود موجودة بالإنفايرومنت. طبعاً ما أدري أنتم كنتوا أطفال تلعبون بالحديقة أو لا، من كنتوا صغار تقلبون التربة تطلع لكم فدودة، تتذكروها لو لا؟ بالأخص إذا تربة بستان أو تربة غنية فيها سحولة مدة الأرض اللي سحولة. ها عيني شايفيها. هذه هي يسموها الايرث وورم، دودة الارض. طبعا سابقا كانوا يعتقدون انه النيماتودة هي هذه الورم، هي هاي الدودة اللي احنا نشوفها موجودة بالتربة، لكن بالحقيقة لا، هذه مجموعة تختلف عن المجموعة اللي احنا هسه راح نتكلم عليها. لو نجي الى الصفة العامة، شنو معنى كلمة نيماتود؟ نيماتود معناته ثريد لايك، تشبه الخيط. هي كائنات كأنما تشبه الخيوط، كائنات تركيبها خيطية الشكل. لو نجي إلى الجنرال كاركترز للنيماتود، بصورة عامة جسمها هو يكون سيلندريكال أو نسميه فيلاري فورم. فيلاري فورم معناته أنه أرفع من الخيط. فيلاري فورم يعني فالتركيب جدا خيطي دقيق، وتكون bilateral symmetrical متناظرة من الجهتين متشابهة. هنا طبعا اللايف سايكل راح تكون متكونة من الادلت اللي هو راح يكون ميل اند فيميل، لان الباراسايت نسمي دايشوز معناته ثنائي الجنس، عنده ميل وعنده فيميل. الميل والفيميل يصير كابيوليشن، راح ينطونا الايج. الايج بعد فتره من الزمن او قسم لا immediately يصير لها ماتشوريشن، تعطينا ما نسميه بالدوري اليرقي لارفال او اللارفا، لارفا ستيج. بس نجي على اللارفا ستيج ونعرف كم واحده من عندها.
بصورة عامة، بما أنه عندنا ميل وفيميل وهذا الشيء كمان بالعالم الحيوان، أنه الفيميل تكون larger than the male. الفيميل دائما كحجم تكون أكبر من الميل. ليش؟ شنو السبب؟ يعني harboring the eggs على مود الإكس طبعا لغرض التكاثر، حتى تقدر الفيميل تضع لنا أعداد كبيرة. بس تشوفون من تقرون المحاضرة أنه بال7000 بال3000 تحط، فحتى تقدر أن تعطينا كمية كبيرة من الإكس. قلنا عندنا ميل وعندنا فيميل، نجي شلون عادة نفرقهم؟ إضافة إلى أن الفيل هي أكبر بالحجم، عادة الميل البوستيرير إند مالت تكون كيرف وتكون بها فد أبندجز، بها فد إضافات، يا أما بابلي يا أما هوكس يا أما بورسة، حسب الإضافة اللي راح تكون موجودة كل باراسايت وإلى فد شيء يساعدنا بالدايجنوسيس. البادي راح يكون كفرد وذ تاف اوتر كيوتيكل، نسميه كيوتيكل. ننتبه اكو عندنا تيجيومنت وعندنا كيوتيكل، هذول يختلفون بالتسميه. هنا الباراسايت جسمه مغلف بالكيوتيكل. هذا الكيوتيكل ماي بي سموث، ماي بي ستريتد، ماي بي سبايني، قد يكون به تراكيب معينه تساعد الباراسايت يثبت روحه بالمحيط اللي هو موجود به. طبعا قلنا عندنا فيميل، الفيميل تعطينا ايجز. الفيميل الايجز اما انه تكون نسميها اوفيبوراس يعني تعطيني ايجز مباشره، او نسميها فابيبوراس قسم راسا تعطيني لاربا ماكو ايج، والقسم الاخر تعطينا ما نسميه اوفيفابيبوراس هاي تعطيني ايج ايميديتلي هاتشينج تعطينا اللاربي. هذه بصوره عامه واضح هذا السلايد، هاي الصفات اللي لازم بالبدايه نعرفها على النيماتود. دكتورة هذا العفو بس آخر نقطة تقدرين تعيدينها؟ آخر نقطة يعني إحنا مو قلنا عندنا ميل وفيميل، الفيميل راح تعطينا إيج، راح تعطينا إيجز مو إيج، إيجز كمية كبيرة. هاي الإيجز من تخرج لنا من الفيميل هم تساعدنا بالتصنيف. قسم من الفيميل تعطينا إيجز، وهاي الإيجز تحتاج فترة تبقى بالإنفايرمنت، هاي نسميها أوفيبارس واضعة بيوض، تعطينا فقط بيوض. قسم لا، داخلها البيضة رأساً يعني أول ما تخرج تطيب بداخل الإيج أكو لاردي، فش نسميها؟ نسميها بابي بارس، داخلها تكون أكو لاردي فنسميها بابي بارس. بس راح نشوفها بالإنتروبيز فرميكولاريس اليوم راح ناخدها، إنه الإيج مجرد ما تطلع لنا خلال وذن ساعة ساعتين رأساً تصير بها اللاردي ما تحتاج فترة فنسميها بابي بارس. المجموعة الثالثة ديتشي لا، ديتشي تطينا بداخلها eggs containing larvae، هاي larvae immediately صار لها hatching، نصير لها ovipariparous. واضح؟ أما أنا تطينا egg ما بها أي شيء يعني بعد الإمبريو ما مميز فنسميها ovipariparous، أو تطينا egg داخلها larva واضحة مميزة فنسميها viviparous، أو تطينا إكس تحتوي بداخلها لارفي رأساً يصير لها هاتشينج، بحيث إنه ما نقدر نشوف الإيج، تختفي الإيج مباشرة تطينا اللارفي فنسميها أوفي بافي بارس. هذه ساعدنا فقط بالدياجنوسيس. لو نجي إلى اللايف سايكل، قلنا اللايف سايكل راح تتكون لنا من الأدلت ومن الإيجز، وعندنا اللارفا ستيج. اللارفا ستيج هنا أربع مراحل، فور ستيجز طبعاً نسميها L1 L2 L3. L4 اللي هي عادة في أغلب الأحيان هي الانفكتيف ستيج للهيومن أو للفاينل هوست. طبعاً اللي يفصل لنا بين يعني ستيج وستيج إنه يصير عندنا ما نسميه مولتنج، إنه الباراسايت يذب الكيوتيكل الموجود عليه ويكون لنا كيوتيكل جديد لأن حجمه كبر فما يقدر يكفي فيذبه. واضح؟ عندنا هاي هنا نفد مجموعة من النيماتود نسميها لاربا مايجرانس. هذول اللارفا مايجرانس شنو هما؟ بصورة عامة باللايف سايكل اوف ماست نيماتود اللي موجودة بالهيومن عندنا فد نسميها لارفال مايجريشن. اللارفا عندها في التطور تبدي يعني تهاجر داخل جسم الإنسان، تدخل من مكان معين وتبدي تتحرك داخل جسم الإنسان إلى أن توصل إلى المكان اللي هي تريده. قسم من عندهم زين sometimes هذه قسم من هاي لارفي تبدو كأنما هي ضيعت طريقها زين، ف
طب هاي الحالة هذه اللي ما تكون موجهة بحركتها نسميها larva migrans. عادة من الكوز larva migrans اللي هي non-human species of nematode. إذن هي nematode ما المفروض أن يصيب لنا الإنسان، المفروض يصيب animal other animals، لكن دخلت داخل جسم الإنسان فما راح تعرف وين تتوجه. مجرد راح تتحرك عادة في أغلب الأحيان يكونون على شكلين، يا أما كوتينياس يا أما فيزرال، وهي عادة بصورة عامية تكون dead end symptoms اللي هي الفيبر الاوريتيشن اللي يصير بمكان الباراسايت، لكن هي بصورة عامة ما بها خطورة على الهيومن. واضح؟ هذه هي مجموعة من النيماتود قلنا عندها larva migrans. راح نبدي بأهم باراسايت أو من الباراسايتات اللي من الممكن أنه نتعامل وياها. واضح شباب إذا أو شابات إذا أكو استفسار اسألوا، ما عندنا إشكال. دكتورة اللاربا ما ميغرانس شلون يصير مارت اليومن؟ شلون تدخل اليومن؟ هي تقدر تدخل الجسم الإنسان لأنه عندها مثلا خلينا نقول تدخل عن طريق المال، تدخل عن طريق سكيمبنتريشن، لكن ما تقدر تكمل، يعني توصل في حد معين وتوقف. احنا بالسنين السابقة كنا نعطيها بتوضيح اكثر وننطي صور اكثر، بس قالوا هي يعني في شيء مشائع عندنا بالعراق فلا تركزون عليه، بحيث يوصل مرحلة انه البيشنت اذا بالسكن موجودة بالجلد يقدر يشوفها للارفة قاعدة تتحرك داخل جلده، داخل الجلد، يعني يشوفها تتحرك باليوم بحدود سنتيمترين 3 سنتيمترات، فهو فد يعني نوع يكون يعني سكيري خاف، فعادة إنه يراجعون للمستشفى من هذا المنظر، يعني أنت شوف روحك تتباوع على إيديك وفد شيء يتحرك. فعادة هي تكون يعني تبقى فد يعني 3-4 أيام بعدين ديد، لأنه بعد ما تقدر تقع يعني جسم يسيطر عليه بالمناعة مالته ويقتلها، فبالتالي ما تقدر تكمل. فقلنا لأنه هي نون هيومان سبيشيز أو نيماتود، بالكتاب موجودة عندكم بوضوح وتقدرون تطلعون عليها. قلنا هي مثلاً تكسو كاراكاينس، تكسو كاراكايتي، من اسمها كاينس يعني تجينا من الكلاب، تكسو كاراكايتي اللي تجينا من القطط، ممكن أن تنقل للإنسان. هذول قلنا ما يسوينا أي كلينيكال بيكتشرز، يعني ما بيها خطورة على الهيومن. يجي إلى الترايكوروس ترايكورا، ترايكوروس ترايكورا أو يسميها ويب ورم، الديدان الصوتية. ليش؟ لأنه الباراسايت المورفولوجي مالته الشكل الخارجي يشبه لنا الصوت. هسه بالسلايد القادم أوضح لكم الكلام. قلنا الكومن نيم هو الويب ورم، الهابيتايت وين الباراسايت راح نشوفه، راح نشوفه عادة باللارج انتستين، موجود باللارج انتستين. لو نجي إلى اللايف سايكل، تتذكرون قلنا أكو سمبل أو دايركت لايف سايكل، هنا هي اللايف سايكل تكون هي دايركت لايف سايكل. طبعا الناتشرال هوست هو الهيومن أو المان، there is no intermediate host، ما عندنا مضيف وسطي. الانفكشن شلون تصير؟ تصير عن طريق الامبريونيتد إكس كونتينينج رابيدي فورم لاردي، هاي اللي قلنا عليها، هاي اللي قلنا عليها نسميها بابي باراست، تعطيني لارفا تعطيني إيج، بعد فترة تصير بيها اللارفا واللارفا تبقى قاعدة بيها. زين، المود اوف ترانسميشن شلون يصير؟ اني اخذ الانفكشن، اصير اخذها عن طريق الكونتامينيتد فود اور ووتر. تفاصيل اللايف سايكل تاخذوها بالعمليه، انا مجرد ركزت لكم على الاشياء المهمه. نجلس على جهه اليسار، تشوفون الفيميل وتشوفون الميل. تشوفون شكلها يشبه الصوت، طبعا الجزء الرفيع هو الانتيريور بارت، والبوستيريور اللي هو الجزء الخلفي اللي هو يكون اضخم. شلون عرفنا هذه الميل هاي الفيميل؟ لأن الفيميل تكون أكبر بالحجم، الميل البوستيرير إند مالته دائما تكون كيرف، تشوف شلون من مستديرة من يعني شو نسميها منحنية. زين، نيجي إلى اللايف سايكل اللي هي على جهة اليمين، قلنا هي سمبل أو دايركت لايف سايكل، ما عندنا مضيف. هذه الفيميل، هذه الهيومن، العفو تنشوف إنه طالنا الإيج، الإيج فترة بالإنفيرومنت about 2 weeks تتحول إلى ماتشور هي لارفا، يأخذها الهيومن وتكمل اللايف سايكل داخل جسم الإنسان. طبعاً الترايكورا هي من الباراسايت اللي ما عندها مايغريشن، ما تتحرك داخل جسم الإنسان، يعني تدخل بالدايجستيف سيستم وتبقى موجودة بالدايجستيف سيستم.
هاي اللي تشوفوها بالأسفل اللي لونها برتقالي جوزي حسب ما أنتم تشوفوه، هذه هي الإيجز. الإيجز مالتها تكون في شيء كلش مميز، موجودة بها هاي التو بلاكس السدادات، موجودة بها الراس، فهي كلش تساعدنا بها الدايجنوسيس. نجي إلى الباثوجينيسيتي and the clinical features. طبعاً كديزيز عندنا إحنا مرات نجيب لكم give the scientific name، ونجيب لكم مرات الكومن نيم، ومرات نقول لك الديزيز، طيني اسم الديزيز. ساينتفك نيم اذا اجيب لك اياه شنو هو؟ اذا اسالك اقول لك اعطيني الساينتفك نيم، يلا من ترايكورس ترايكورا، ممتاز. الكومن نيم ويب وورم ديدان صوتيه. إذا أقول لك أعطيني اسم الديزيز، الديزيز راح تقولي trichoriasis webworm infection or trichocephaliasis، هذه اسم المرض اللي تسببه، اسم المرض اللي يسببه الباراسايت. بصورة عامة هو يكون asymptomatic، حتى تظهر أن السيمتومز راح تعتمد لنا على الورم لود، اشقد باراسايت اشقد ورم داخله. بس أنبهكم على فتشي تحطوه ببالكم، إن الهلمنث أو الديدان من تدخل جسم الإنسان ما تتكاثر، بروتوزوا يدخل لنا واحد يصير ألف، هذا فرق ما بين الهلمنث وما بين البروتوزوا. الهلمنث ما تتكاثر، لهذا تشوفون دائما إحنا نركز على الورم لود، نركز على الورم لود، يعني انت ايش قد ماخذ 100 ايجز راح تعطيك 100 وورمز، ماخذ 10 تعطيك 10. فلهذا نركز بالباراسيتيك انفكشن، حتى هي السيمتومز الهوست اميون ريسبونس كلها راح تعتمد لنا على الورم لود ايش قد انت ماخذ. لو لنفرض انه احنا ماخذين فد ورم لود عالي بحيث انه راح تظهر لنا السيمتومز، اما انه هي تعود للميكانيكال افكت or allergic reaction. قلنا الباراسايت جسمه مغطى بكيوتيكل، الكيوتيكل بمو انتيجينات، فبعض الأحيان إذا يصير فتخدش بالكيوتيكل، عندنا سائل موجود داخل الورم، إذا يبدي هذا السائل يخرج راح يبدي يصير عندنا allergic reaction، جسم الإنسان راح يستجيب إلى هاي الانتيجينات كفورين بادي، وتصير عندنا الاميون ريسبونس. الميكانيكال افكتس في بعض الاحيان اذا عدد الباراسايت هوايه من الممكن ان يغلق لنا الدايجستيف سيستم. بصوره عامه الترايكورا بيها فد مميز، بيها فد ميزه انه هذا الجزء الامامي الرفيع شفتوه، هذا يتكون من اونلي سنجل سيل، هذا نسميه تراكد انتو ذا سيكال ميكوزا، يعني شنو تخيط نفسها بطبقة الميكوزا، يعني ما تدخل داخل السيل وإنما بالفراغات بين الخشافين اللي بنتخيط شلون نطبه بالأبرة ونطلعها، فهي بنفس الطريقة تخيط نفسها بطبقة الميكوزا، فلهذا مرات التريتمنت مالتها شوية بيها صعوبة. زين، فعادة هو الباراسايت ما يحتاج بلاد، نوت بلاد فيدرز، ما يحتاج إنه ياخذ دم، لكن نتيجة هذا الاتشمنت اللي تصير بالميكوزا راح يصير عندنا بليدنج. كمية البليدنج هي about 0.05 مليم، يعني بحدود 5 مايكرو لتر باليولو كل ورم بير داي. زين، تقريب 5 مايكرو لتر لكل دودة باليوم، إذا أنت عدك 10 راح يصير 50 مايكرو لتر، عندك 100 جد راح يصير نص سي سي، فبالتالي كل ما يزيد الورم لود راح يصير عندك البلد، يعني losing of blood يكون أكثر، من نتيجة after a period of time they may lead to anemia and malnutrition. نتيجة لهذا طبعا احنا نحكي على إصابة تطول لنا سنين، يعني 3 سنين 4 سنين، مو يوم وثاني يوم. واضح الكلام؟ واضح إن شاء الله. نتحول إلى إنه الميكانيكال بلوكيج أو ذا أبندسايدل يومان. أزين، قلنا في بعض الأحيان إنه الهابي عندنا اللود يكون نسبته جدا عالية،
كمية بحدود 100 وامز 20 30 تتخيلون كأنما شلون نقول مثل العودان تتجمع تتجمع نتيجة لهذا راح يسوي انه تسدنا في بعض الأحيان في حالة الهيفي انفكشن في بعض الأحيان بالتشيلدرن مايبي يصير عندنا ركتال برولابس هسه شوفوا هالصورة بالعملي حاط لكم إياها ركتال برولابس من يعني كمية الباراسايت الموجودة في حالة الهيفي انفكشن البيشنت راح يكون عنده ميوكس دياريا راح يكون عنده كرونيك ديزانتري ابدومينال بين عنده ويت لوز وفي قلنا مثل ما هاي النتيجة راح تؤدينا إلى أن يكون عنده البيشنت أنيميا ويكون عنده مالنيوتريشن. لو نجي إلى اللابوراتوري دايجنوسيس شلون أسوي دايجنوسيس لترايكوراس وترايكورا بما أنه باراسايت موجود بالدايجستيف سيستم فشنو السامبل اللي يمكن أن نستخدمه راح يكون ستول ممتاز طبعا بالستول شفتوا الايج شلون واضحه فشي مميز وحجمها كبير بحيث انه تكون كلش واضحه يعني ما تحتاج لنا التعقيد بالدايجنوسيس تعرفون فعاده نسوي الستول اكزامينيشن ونسوي الايج كاونت اذا كان عدد الايجز اقل من 10 فهي لايت انفكشن واذا كان 50 فما فوق راح تكون هذه انفكشن طبعا هذا نحكي على كميات about 1 جرام من الفيسز نحدد الإصابة هل هي heavy or light. طبعاً في بعض الأحيان قد نسوي sigmoidal scopy بالheavy infection. في بعض الأحيان حتى نشوف الورم الجزء الخلفي مالتها موجود ويكون الميكوزا inflamed. وقد نسوي blood examination. blood examination مو في شيء specific كلها راح تكون عندنا eosinophilia بالearly stage. لكن بالدرجة الأساس اللابوراتوري دايجنوسيس هو راح يعتمد على الستول إكزامينيشن أن نشوف الإيج ديمونستريشن. البروفيلاكسيس بما أنه هو فتشي إلى علاقة بالأكل إلى علاقة بالكونتاكت ويا الانفايرومنت طبعا أن البروبال ديسبوزل أوف فيسز فيسز راح يكون للشخص المصاب وسيلة أن ينقل لنا الإصابة نحاول انه عمليات الديفكيشنز تكون باماكن معقمه نظيفه مو ما واحد يعني ياخذ راحته بالموضوع نحاول الفروس الفيجيتابلز دائما نغسلها ان تكون نظيفه نعتني بنظافتها من ناكل وعاده التريتمنت للاشخاص المصابين جدا ضروريه لحد هنا كملنا اول باراسايت باشكال اين ناقوم دكتورة شو بس واحد تجاوبني انتوا وينكم الباقيين موجودين دكتورة موجودين دكتورة والله شكلكم نايمين لا والله موجودين دكتور نايمين لو لا دكتورة بالمهدوم صحيح تخلينا هسه اللي وين هي عين الشغلة سلايد سبعة سترجعيني على سلايد سبعة سلايد سبعة اي اي نعم الورم لود قلنا انه الهلمنث بسرعه مديدان من تدخل داخل جسم الانسان ما تتكاثر ما عندها تكاثر تعرفين يعني انت ايش قد اخذتي ايدز هي هذه كل وحده راح تعطيك ادلت راح تعطيك ميل اور فيميل فمرات اكو مثلا مناطق تكون بها هيفي انفكشن مرات اكو مناطق لايت انفكشن تصير بها هذه راح تعتمد على كميه احنا ايش قد ماخذين باراسايت يعني ايش قد ماخذين اكس وصارت عندنا اللود مالت الباراسايت فاذا لنفرض هسه قلنا احنا من سوينا الايك كاونت اذا اقل من 10 فمعناتها راح نعتبرها لايت انفكشن معناته انه عندنا ورم وحده ميل اور فيميل وتعطون هذا العدد لكن من طلع لك 50 فما فوق معناته انه عندك اكثر من باراسايت عندك فد 4 5 موجودين او اكثر ربما طيب كلها انديكيتر تشوفك الى انه هل انه البيشنت هو راح يكون اسمبتوماتيك هل هو حيكون هذه انفكشن اللي هو يعني بين بين راح يكون واضح يعني شنو تطلع داخل الجسم لا 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 ما عندنا هذه هسه باللي بعدها عندنا هذا الشيء
هذه ما عندنا. هاي تحتاج انه لازم الاير تطلع بالانفايرومنت بدرجة حرارة معينة رطوبة، تحتاج تبقى اسبوعين التربة مالتها تكون رطبة، تكون درجة حرارة بثلاثين 35، تكون ما بيها شمس، تحتاج اسبوعين يلا تكمل يلا تصير يعني انفكتيف ستيج. بس نفرض اذا طلعت ويا الفيسز وصار كونتاكت ويا الفيسز ايميديتلي ما تسوي اصابة. نعم عيني دكتورة، أنت قلت الهلمثل إنه ما يتكاثر الداخل الجسم. إحنا زين مو قلنا إنه هي هاي تنطين البيضة وداخل تتكون الأرفا ستيج، يعني غير ما فضية تنمو إذا نطت بيض داخل الأرفا ممكن تتكون الديدان. هسا مثل هذه تعطيك الإيجز ما بيها الأرفا تبقى تطلع برا الجسم تبقى أسبوعين يلا تصير بها الأرفا. إذا أخذت هاي الإيج اللي بيها الأرفا صار عندك إصابة. يعني قصدي ما تبقى البيض داخل الجسم وتتحول الى دي؟ لا 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 ما يبقى تمام. يطلع ويا الفيسز ويا الفيسز ويا قلت لك يراد له اسبوعين تقريبا اكثر مرات حسب درجه الحراره الخارج بالمحيطة حتى يتحول تصير بها اللارفا اللي هي ال1. من انت تاخذ الايج المصابه باللارفا ال1 اور ال2 تصير عندك الانفكشن. تمام اوكي. اسئله هذه نسميها أوفي بارس نطتش إيج. أوكي نيجي هسا إلى الانتروبيز فيرميكولاريس. انتروبيز فيرميكولاريس اللي قلنا هي بالعامية تجي الأم تقول لك شفت بمقعد ابني دود. هذه هو فد مرض كلش يعني منتشر بالأخص بالأطفال. الأطفال اللي يروحون مثلاً للحضانة اللي يروحون للمدارس يكون في الديزيز كلش كومن. الكبار أيضاً ينصابون لكنه يعني السيمتومز ما راح تكون بالسيفيريتي عند الشيلدرن. الكومن نيم راح نسميها بين وورم، سيت وورم، ثريد وورمز. هذه لها ثلاث مسميات. الاسم الثالث الثريد وورم مرات قسم ما يحبذون يستخدموه لأنه الإنجليز يستخدموا الورم أخرى يعني الأذر باراسيتيك ديزيز. قلنا الانتروبيس فيرميكولاريس considers to be world most common parasite. parasite كلش منتشر وبالأخص عندنا بالأطفال. الباراسايت ما راح نشوفه بالسيكام بالأبندكس المهم باللارج انتستين. لو نجي إلى اللايف سايكل، اللايف سايكل نسميها مونوكزينيوس يعني تشبه ترايكورا يعني اللايف سايكل مالتها كلها اتمار بالهيومن ما تحتاج ما عندنا انترميديت هوست. ما عدنا لحد الآن دورات الحياة اللي تناخذها دورات بسيطة مباشرة من الهيومن للهيومن ما عدنا intermediate host بيها. الناتشورال هوست هو المان أو الهيومن يعني ما عدنا ما نشوفه بالحيوانات يمكن تنقل. لا الانفكتيف فورم هو أيضا الامبريونيتد ايج. المود اوف انفكشن هنا المود اوف انفكشن راح يكون عندنا هي لازم طبعا هي الانفكتيف ستيج هي الإيج لازم ناخذ الأكل أو إدانة الإيج موجودة. عندنا contaminated fingers هاي راح نشوفها دائما بالأطفال. شايفين أبو أطفال يحك المقعد مالته وبعد شوية يحط يده بحلقة فهاي في الطريقة من طرق انتقال المرض. وعندنا ما نسميها بالأوتو انفكشن وإريترو انفكشن من الممكن أن تصير عندنا بهذه الحالة. الأوتو انفكشن يعني أنه الفيميال تطلع خارج الجسم توضع الإيجز، الإيجز رأساً يصير لها تشينج وترجع مرة ثانية تدخل. هاي نسميها أوتو انفكشن. ريترو انفكشن يعني الإيج ما تطلع باقي داخل جسم الإنسان ويصير لها تشينج ترجع تصير عندنا الإصابة. هذه الصفة يعني مشهورة بها الانتروبيز فيرميكولاريس. وعندنا باراسايت اخر اللي هو سترونجولويدس ستيركوراليس. هذول الاثنين عندنا باراسيتيك ديزيز عندنا ظاهره الاوتو انفكشن والريترو انفكشن بهم. نجي هنا الصوره راح نشوف طبعا اللي على جهه اليمين هذه هي اللايف سايكل تشوفوها بسيطه ما بها اي تعقيد. نجي اللي بصف اللايف سايكل هذه هي صوره للميل. شلون عرفنا ميل؟ بوستيرير اند مال تشبيهه
كيرف الجزء الخلفي مالته منحني، فبالتالي عرفنا انه هذا ميل وهذه هي الفيميل. البوستيرير اند مالته تكون عدله وما بها شيء. هذه هي الايج نسميها دي شيب، تشبه لنا حرف الدي. تكون الايج مغلفه باربعه اغلفه. الغلاف الخارجي يكون ستيكي مثل مادة بي مخاطية، ساعدة على أن يلتصق بالأسطح. لهذا انتشار الطفيلي انتشاره كلش عالي. نيجي إلى الباثوجينيسيتي والكلينيكال فيتشرز. هناك ديزيز أكر موستلي إن تشيلدرن و مور كومن إن فيميلز ذان إن ميل. About one third of infection are asymptomatic. ثلث الإصابات هي asymptomatic. هي شنو السيمتومز اللي تظهر عندنا بالانتروبياسيس؟ الور سوينا ما نسميها irritation or pruritus of the renal or perianal area، نسميها pruritus إني. شنو سبب هذه pruritus أو الحكة اللي تصير عندنا؟ الفيميال من تريد توضع الايدز تسوي مايجريشن، تبدي تطلع من الجهاز الهضمي. هاي المايجريشن شو تصير؟ تصير خلال الليل نوكتورنال. خلال الليل تبدي هاي الفيميل تسوي كراولينج، تبدي تزحف. لو نرجع للصوره السابقه، الفيميل مباوع على البوستيرير اند مالتها شلون مدببه، تشوفوا الجزء الصاعد اللي فوق، هذه مثل الابرة. هاي شو تسوي اثناء ما قاعده تمشي؟ ايش راح تسوي لنا؟ تشك تشك سنت أبرة ومشيها على إيدك. شو راح يصير؟ راح يصير عندنا irritation. هذا الطفل طبعاً ما يتحمل، راح يبدي يصير عنده disturbance، ما يقدر ينام، يبدي يحك المنطقة، فبالتالي يصير عندنا ما نسميه بالperioritis إني. قلنا الورم المايجريشن مالتها خلال النايت، فبالتالي يصير عندنا disturbance في السليب، سمينا nocturnal neurosis. بعض الأحيان عند بعض الأطفال يشوفها. في بعض الأحيان هذه الفيميال، وبالأخص إذا الهوست المصاب هي أيضا فيميال، راح تقدر الورم تسوي migration وتوصلنا إلى الفولفا، توصلنا إلى الفجينة، وتسوينا rotation وتبدي الفيميال عندها تصير mucoid discharge، تبدي تصير عندنا. في بعض الأحيان قد توصل إلى اليوترس، توصل إلى الفالوبيان تيوب، وبالتالي نسميها كرونيك سبلينجينايتس. أكو بعض الدراسات تربط لنا ما بين وجود الانتروبياس وما بين الأبندسايتس. شافوا أن في بعض حالات الأبندسايتس من يأخذوها جراحيا عمليا تنشال ويفحصوها، شافوا انه بها الانتروبيس فيرميكولاريس، من الممكن ان الورم تدخل بها وتسوي لها هاي الانفكشن. لو نجي الى اللابوراتوري دايجنوستس، اللابوراتوري دايجنوستس مالته جدا واضح وحلو. لابوراتوري دايجنوستس اما نسوي ديتكشن للايج او ريدكشن للادلت ورم. الادلت ورم طبعا نشوفها بشكل عباره عن شلون خيوط بيض، في اغلب الاحيان تكون هي ميته ديد، فتكون بشكل خيوط بيضة موجودة بمنطقة الـ NS area، ومن الممكن أن نشوفها الواحد الصبح قبل ما يسوي قبل ما الـ defecation يغسل المنطقة، تكون جدا واضحة. قد نسوي للـ egg detection. الـ eggs وين حنلقيها؟ شوفوا هنا أكو مكان ندور الـ egg بي اللي هو under finger nose، تحت الأظافر. من الممكن أن نوجد الإيكس تحت الأظافر، بالأخص إذا عندنا الطفل وأظافره طويلة، من الممكن أن نلقي الإيكس موجودة به. نقدر أن نسوي ما نسميه بالسكوتش تيب ميثود اللي شرحت لكم إياها بالعملية، قلنا مات الشريط الشفاف اللاصق، الشريط الشفاف اللاصق على المنطقة، ونرجع نحطه على السلايد. الـ WOH طورت لنا هذه الطريقة، سمت لناها NIH اللي هو Institute Health Organization تقريب، قالت بدل ما الشريط الشفاف حطت لنا هذه فد عوداية وودن ستيك وبيها سيلوفين تيب، انه نقدر نحطها على المنطقة المصابة وهي نفس البرنسبل. نرجع مرة ثانية نحطها على سلايد ونفحصها. عادة احنا بالروتين وورك وانت كالطبيب في اغلب الاحيان يعتمدون على كلام الام، إنه هي شنو الأم قالت لنا، وبالتالي يعني نادر ما يطلبون هذه الفحوصات.
البروفيلاكسز ايضا راح نعتمد على البيرسونال والكوميونتي هايجين. طبعا عادة تحطون في بالكم اذا اكو طفل مصاب بالعائلة فمعناته ان اخوانه واخواته مصابين، الوالد والوالدة، فعادة ان يطول التريتمنت ينطوها للعائلة ككل وتبقى لمدة اسبوعين ياخذون هذا العلاج. طبعا نحتاج دائما frequent washing للنايت كلوثس للبيد لينين، دائما نحاول نغسلها لانه مثل ما قلنا هاي الايد ستيكي، تبقى لازقه على الفرشه، تبقى لازقه على المكان اللي يستعمله الطفل المصاب، وانه ممكن اذا يجي شخص ثاني يستعمل هذا الفراش منه ممكن ان تنقل الاصابه. واضح كلامنا عيني؟ واضح دكتوره. واضح. نجي إلى الباراسايت الثالث اللي هو الإسكارس لمبريكويد. الإسكارس لمبريكويد نسميها راوند وورم، وهي the largest nematode، هي أكبر nematode بالحجم، مو أكبر وورم، أكبر nematodes، the largest nematode parasite in human. طولها يصل بحدود 30 سنتيم، نحكي على الأدل. تشوفون هاي الصورة اللي حاط لكم إياها، هاي صورة بيها يعني هذا الباراسايت موجودة مأخوذة من إنسان مصاب، تشوفون كمية تشقد. طبعا هاي بيها ميل وبيها فيميل. نجي إلى الكومون نيم نسميها راوند وورم. الهبتيس راح تكون موجودة بالسمول انتستين، دولاك وين كانوا اثنيناتهم؟ كانوا باللارج، هذا راح يكون بالسمول. لو نجي إلى اللايف سايكل، أيضا اللايف سايكل there is no intermediate host. الانفكتيف ستيج هي الامبريونيتد ايج راح تكون. لو نجي إلى الباثوجينيسيتي والكلينيكال فيتشرز، الديزيز نسمي اسكارياسيس. الكلينيكال مانفستيشن راح تعتمد لنا على أما أنه بسبب مايجريتنج لارفا أو الأدلت وار. إذن هنا شنو صار عندنا التغيير باللايف سايكل؟ هنا راح ناخذ الايج، يصير لها هاتشينج بالسمول انتستين، من السمول انتستين راح تروح لنا الى الليفر، ومن الليفر الى اللانج تسوي الى الهارت، ومن الهارت الى اللانج ترجع لنا مره ثانيه تسوينا. هذه نسميها مايجريتنج لارفا. شنو السبب ليش الباراسايت يسوي هذه؟ ما معروفه، بس يقولون انه حسب متطلبات اللارفال ستيج، مثلا يحتاج برا كميه اكسجين عاليه فلهذا يضطر يروح للرئة. قسم يقول لك لا، يعني ما معروف السبب، قد تكون هي إن كانت free living بالإنفايرومنت هي تسوي هذا المايجريشن. زين، فسبب المايجريشن ما نعرفه، لكن يعتقدون هو احتياجها للأكسجين، إنه تحتاج بكمية عالية لهذا توصل إلى اللانج. هسه نجي إلى symptoms due to the migrating larva. طبعا هو راح يكون allergic reaction وليس لللارفا بحد ذاتها، يعني الهوست يستجيب إلى الإسكارين اللي هو أنتيجين ينفرز من اللارفا، فالهوست راح يتحسس إليها. طبعاً الإصابة الأولى، الشخص اللي ينصاب بالبداية الأولى إصابته راح تكون أسمتوماتيك وتكون well tolerated، يعني يقدر يتحمل الشخص، لكن بإعادة الإصابة بالريإنفكشن من مرة ثانية يرجع ينصاب هذا الشخص بالإسكارس، راح يبدي يظهر عندنا ما نسميها بالإسكارس نيمونيا، أو راح نسميها باللوفلر سيندروم. هنا الباراسايت اللي راح يروح مايجريشن، راح يروح لللانج، اللانج يكون بيه فلتريشن باليوزينوفيليا، بالمكروفيجز، بالأبيلويد سيل. أيضا البيشنت راح يبدي يصير عنده إسكارس نيمونيا، راح يكون عنده لو جريد فيفر، دراي كاف، اسماتيك ويزين، ارتكاريا، ايوزينوفيليا، تبدي تظهر هذه السيمتومز عنده. في بعض الاحيان حتى السبيوتم من الممكن ان نشوف به بلاد، من الممكن ان نشوف الكريستال لايدن تشاركوت لايدن كريستلز، هذه هي نوع من البلورات، من الصير دلاله على ان الجسم داخل في مرحله تفاعل مناعي، سميه تشاركوت لايدن كريستل. من تظهر يعني معناته انه عندنا فد تفاعل مناعي قوي بجسم الانسان، هذه من ممكن نشوفها بالسبيوتم. في بعض الاحيان من ممكن اللارفا نشوفها بالسبيوتم اذا كانت القحه قويه، من نلاحظ نشوفها. هذه السيمتومز كلها بصوره عامه نسميها لوفلر سيندروم. لوفلر سيندروم تكون جدا واضحه بالاسكارس،
راح تجيكم الأسبوع الجاي اللي هو كورنز، راح تجيكم السترونجلويد، يصير بهم لافلر سيندروم لكن مو بالوضوح اللي يصير بالإسكارس. هذه السيمتومز اللي بتبقى about 1 to 2 weeks وsometimes تكون سيفير، وفي بعض الأحيان قد تؤدي لوفاة الشخص، وهذه رير يعني مو شيء كومن. قلنا من الممكن لوفلر سيندروم كان also because by our sensitivity to other agents يعني مشاكل الإسكارس أن يكون الأجنس قد تكون living or non-living materials. نيجي إلى symptoms due to the adult form. قد إحنا خلصنا اللارفا، نيجي إلى adult form. Generally طبعا هذه نشوفها بالمايلد افكت ووندرينج افكتس. نجي على واحد واحد من عندهم. هذا السبوليتيف اور نيوتريشنال افكتس يصير شوكت وين عندنا الوان بيردن يكون جدا عالي، تكون كميه الباراسايت عاليه في بعض الاحيان حوالي 500 ورم. فهي طبعا ايش راح تسوي؟ راح تصير انترفير ويا الدايجست ويا الدايجستشن، تمنع الجسم من انه يمتص المواد الغذائيه اللي هو يحتاجها. بالتدريج البيشنت راح يكون عنده بروتين انرجي مال نيوتريشن اند فيتامين اي ديفيشنسي، لان الباراسايت راح يمنع امتصاص هذه المواد. طبعا البيشنت راح يكون عنده لوس الابيتيت، راح يكون ابنورماليتيز بالجوجينال ميكوز، راح تبدي تصير عندنا تغييرات عنده. نيجي إلى التوكسيك إفكت. التوكسيك إفكت هو due to the hypersensitivity للورمز أنتيجين، إنه هو الباراسايت جسم مغطى بكيوتيكل، الكيوتيكل راح يبدي يفرز لنا أنتيجينات، فراح تظهر لنا عندنا response للتوكسيك إفكت. شنو أول response إذا عندنا توكسين؟ البيشنت راح يكون عنده فيفر، هذا كلش واضحة، حتكون عنده أرتكيريا، إنجيوريتيك، أوديما، ويزنج، طبعا راح تبدي تظهر لنا هذه السيمتومز. طبعا تكون عادةً هذه التوكسيك أو هذا الهايبر سنسيفيتي واضحة عند الأشخاص اللي هم يكونون كونتاكت ويا الأنيمال، يعني اللي هم مثلاً يشتغلون بالمختبرات، اللي يشتغلون العفو بمزارع الخنازير، لأن عندنا ما نسميه بالإسكاس السم، هذه موجودة بالخنازير ومن الممكن أن يتحسس من عدها الإنسان. عندنا ايضا ما نسميه بالميكانيكال افكتس، هذا هو امبورتنت، لان الميكانيكال افكتس كان بيديو تو ذا ماس اوف ذا ورم، وفي بعض الاحيان نضطر الى ان نسوي سيرجيكال ريموفال، نسوي عمليه نشيل هاي الورم حتى نقدر البيشنت يستعيد. هاي تشوفون صوره هذا السكشن بالانتستين، تشوفون كميه الاصابه ايش قد واضحه. ها شباب دكتور نشوف دكتور السكشن اللي عجل هاي الصورة صغيرة، وين عيني؟ هاي الصورة صايرة بنهاية السلايد جوا على اليمين، هاي الصورة صايرة على اليمين تشوفوها، هذا مقطع بالجهة يعني بالانتستين، تشوف ايش قد كمية الباراسايت، بحيث انه لازم بأي حال من الأحوال لازم تنغلق عندنا. زين عندنا ما نسميه بالاكتوبيك اسكرياسيز، هذا شو وقت يصير؟ هذا يصير احنا قلنا هي اللاربا تسوي عندها مايجريشن، تطلع من الدايجست سيستم تروح للهارت وللانج وترجع مره ثانيه للدايجست سيستم. في بعض الاحيان اذا هذا الشخص تمرض الهوست ارتفعت درجه حرارته، شافوا انه ارتفاع درجات الحراره تتعامل يخلي الباراسايت يتحسس، شافوا انه اذا ياكل اكل حار الشخص يعني سبايسي ببهارات وهيك شيء تخلي الباراسايت يكون يعني بحالة يعني يريد يتحرك، عادة العفو مو اللارفي وإنما راح تكون هي الأدلت تبدأ تتحرك من المكان، فأما أنه going up تصعد لفوق أو going down. إذا صعدت لنا going up راح تروح لنا للبايل، راح تروح لنا للبنكرياس، يعني راح تبدي تسوي لنا تأثيرات، في بعض الأحيان توصل للإزوفيغاس، ويمكن إذا يقح الشخص يعطس تطلع بوضوح من الماوث، تخيل واحد يعطس وتطلع دودة من حلقة طولها 30 سنتيمتر مسطرة. زين فمن الممكن طبعا قلنا الوندرينج ما هي هذه عرفناها، المهم إنه هو الباراسايت
يتحرك، يا أما أنه راح يصعد لنا إلى الجزء الأعلى من الدايجستيف سيستم أو إلى الجزء الأسفل من الدايجستيف سيستم. الجزء الأسفل هو أخطر شيء، هو عندنا الأبندسايتس من الممكن أن يصل لها، وقلنا عادة أنه هذه سببها أن الهوست الإميون يا أما درجة حرارته تصعد، يا أما ماكل أكل بي سبايسي، أو طبعا الحالة النفسية للشخص أيضا أتأثر. نجي إلى اللابوراتوري دايجنوسيس. اللابوراتوري دايجنوسيس أيضاً راح يعتمد أن نسوينا detection either للإيكس أو للاربا أو to the adult form. الإيكس طبعاً هو يكون definitive diagnosis، يكون عن طريق الستول multiple patient. طبعاً بالمختبر راح تشوفون أنه الإسكارز الإيكس مالتها بها أشكال مختلفة ومسميات مختلفة حسب الباراسايت الموجود، لأن مرات يكون عندنا الإصابة يا أما فيميل فقط، مرات يا أما ميل واحد، أو مرات ميل وفيميل. طبعاً حسب نوع الإصابة راح تكون نوعية الإيجز اللي تظهر عندنا. طبعاً عندنا أيضاً قد يساعدنا اللارفا سينا دايجنوسيس بالسبيوتم، من الممكن بحالة اللافلر سيندروم بيشنت إذا اللارفا صاعدة وأصلة بالتريكيا بالأور بارت من تريكيا والبيشنت يبوح بالسبيوتم، من الممكن أن يشوف اللارفا. الأدلت أوكوجينالي كان بيسين، يعني إحنا عادة من جروي فورمز شاكين هاي العربانة اللي يدفعون بيها من يجي خطار تقدموا بيها أو المستشفيات يدفعون بيها الأدوية، الباراسايت يترتب بهذه الطريقة، فبالإكس راي تكون جدا واضحة تساعدهم بالدياجنوسيس. أيضا في بعض الأحيان قد نلجأ إلى سيرو دياجنوسيس، من الممكن أن نحددها بالإلايزا بالفلورسنت إندايركت هيم أجلوتينيشن، والبلاد اكزامينيشن مثل ما قلنا هو ايوزينوفيليا، والايوزينوفيليا مفشي سبيسيفيك اي المنث انفكشن، من ممكن ان يصير عندنا ايوزينوفيليا. نجي هنا انا هاي حطيت لكم صوره للباراسايت. الباراسايت هذا هو الجزء الامامي الماوث. الباراسايت مشهوره انه الاسكارس عندها 3 ليبس، عندها 3 شفاه تساعدنا بالدياجنوسيس. هذه تشوفكم صورة، هذه هي الفيميل وهذا الميل، الفيميل اللي هي أطول والميل اللي هو يكون كيرفد وأقصر. هذه أيضا اللارفا ستيج اللي هي اللون الشفاف اللي هي ثاني صورة على جهة اليمين، واللي على جهة اليسار هذه هي شكلين من الإيجز مالت الإسكارس، هاي تأخذوها بالعملية. نيجي إلى البروفيلاكسيز. طبعاً البروفيلاكسيز قلنا بما أنها عن طريق الكونتامينيتد فود أو واتر، عندنا في بعض الأحيان الإيدز مالت الإسكارسي، فبالتالي هي تقاوم أغلب الظروف الموجودة بالإنفايرومنت. في بعض الأحيان أكو بعض من الفلاحين يستخدمون ما نسميه بالنايسول اللي هو خروج الإنسان، يستخدموه كسماد. هذا شوفوه هي أحد طرق انتشار الإسكارس بالإنفايرومنت، طبعاً يستخدموه لأن يكون غني بالمواد العضوية ويفعل لهم التربة، فلهذا يستخدموه. فالمفروض أنه قبل ما يستخدم أن يعرض لدرجات حرارة عالية حتى نتأكد أن قتلة الإيكس الموجودة. ثم قلنا ما نأكل خضروات نية بدون طبخ أو غسل، البيرسونال هايجين مهمة، والتريتمنت للأشخاص المصابين. لحد هنا واضحة محاضرتنا اليوم؟ كملنا وياكم ناعيني. إذا أحد عنده استفسار سؤال دكتورة العفو. نعم دكتورة، يعني إذا هي الورم اللي هي يصل بالإنتستين، يعني شلون توصل للانج إذا هي ما تدخل البلاد، يعني قصد تتحرك عن طريق الإنتستين اللاربا؟ ها أنت تحكي اللاربا أو الإيج؟ هي باوع يعني راح تدخل الإيج، الإيجز راح تدخل لنا يصير لها هاتشينج بالسمول إنتستين. الإيج حجمها تخترق توصل بلاد، من البلاد راح تروح لنا إلى الهارت، العفو الليفر، من الليفر إلى الهارت، من الهارت راح تروح لنا لللانج. باللانج راح تبقى وين؟ بالفراغات بالسبيسز لأن تحتاج أكسجين راح تكون، لهذا قلنا مرات السبيوتم راح يكون ببلاد لأن هي تتمزق أنسجة، يوم تمشي بالمايجريشن عندنا دمج بالتشور، حتى مرات يصير عندنا نسميه بكتيريا سكندري بكتيريال انفكشن، تاخذ البكتيريا الموجودة بالدايجستيف سيستم وياها.
توصلها للليفر، توصلها لللانج، فهاي يصير لها مولتينج، تنسلخ مرة مرتين، تبدي ترجع تطلع تهاجر تصعد لنا للتريكيا وتنبلع مرة ثانية ترجع للدايجستيف سيستم تصير أدلت. عيني واضح؟ منو اللي يسأل وين راح؟ تهم اللي يصير؟ كان إيه استفسار إنه يعني عن طريق البالد ديسيميليشن مالته يصير؟ عن شنو؟ يعني قصدك عن طريق البالد يصير المايجريشن مالته؟ يصير وين المايجريشن عن طريق منو؟ البلاد عن طريق البلاد. إيه عن طريق البلاد طبعًا. إحنا قبل يعني كنا نعطيها تفاصيل أكثر، س يعني اختصروا 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 قلنا سوينا لكم إياها على قولتهم دجداشك صايرة. ما نقدر نعطي التفاصيل ولا نقدر نشرح أكثر. يعني نشرح لكم شلون تدخل الدايجستيف سيستم، شلون الإنزيمز اللي عندها، شلون تسوي اللايسز، شلون توصل للبلاد، شلون تمشي ويا البلاد توصل للليفر، بعدين من الليفر تروح للهارت، من الهارت تروح للرئة، وين بالرئة راح تقعد بالسبيس بالفراغ يعني التجويف مال الرئة، وبعدين ترجع مرة ثانية تصعد تسحب وترجع.